من القاهرة والناس. ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 16 مليار و400 مليون جنيه إثر تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي. للمزيد نتابع التقرير التالي للزميلة سناء عبد الوهاب محررة الشؤون الاقتصادية بالمصيريو. قفزت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع اللي فات، وحقق المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 أكبر ارتفاع أسبوعي من 4 أشهر تقريبا. المؤشر الرئيسي ارتفع بنسبة 8% وتجاوز مستوى 8000 نقطة، ورأس المال السوقي كسب حوالي 16 مليار جنيه. مكاسب البورصة خلال الأسبوع اللي فات كانت بدافع من أنباء تفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، والأنباء دي زودت ثقة المستثمرين في السوق ودفعت المستثمرين والأجانب للشراء خلال تعاملات الأسبوع. مستثمرين الأجانب والعرب حققوا مشتريات بلغت 123 مليون جنيه في مقابل مبيعات المصريين. محللين بيتوقعوا ان الاسبوع اللي جاي تستمر المؤشرات نحو الارتفاع، ويستهدف المؤشر الرئيسي مستوى 8800 نقطة، وده بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالابقاء على اسعار الفايدة دون تغيير في اجتماعها اللي كان مساء يوم الخميس. محللين بيتوقعوا استمرار المؤشرات في الصعود خلال تداولات الاسبوع اللي جاي، وده بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بتثبيت اسعار الفايدة في اجتماعها مساء يوم الخميس، وكمان بعد الأخبار عن اجتماع وفد من صندوق النقد الدولي مع مسؤولين في الحكومة المصرية اللي مقرر عقده النهاردة الجمعة. توقعات بخفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار هيكون ليها تأثير كبير على التداول خلال الفترة الجاية، وده اللي هيبان أثره في التداولات مع ارتفاع قيم وأحجام التداولات في السوق. والآن موعدنا مع مقال اليوم من المصري اليوم.